جاب للضيافة هذه ولبى الدعوة، شكره ثانية، وكان لنا حوار فيما يخص العلاقات اللي هي متميزة وقديمة وأخوية، وتكلمنا أيضا على ساخي سيدي يوسف اللي هي الشغل شاغل تاع فخامة رئيس الجمهورية السي عبد الجبار بوتفليقة، باش إن شاء الله يكون فيها انشغال الغاز الغاز الطبيعي إن شاء الله في 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 بداية ديسمبر. وهذا يدل على أن العلاقات متميزة جيدة إن شاء الله، ومازال فيه في مجال الطاقة علاقات أخرى في الاكتشاف في المحروقات، وفيه شركة تونسية جزائرية اللي هي سيبكس اللي هي راهي تقوم أيضا بالاكتشاف والتقرير في تونس.